التحدي الأكبر النهاردة اللي بيواجه الصادرات المصرية حتى نصل إلى المستهدف وحتى يعني نتعدى الأربعين مليار المستهدف؟ ما هو أكبر تحدي يواجه الصادرات المصرية الآن؟ والله بص، هو حتى من الفترة اللي فاتت من سنة 2000 لحد دلوقتي، هو أهم المعوقات اللي بتقابل الصادرات المصرية بتتركز فيه أول حاجة صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه، وده نتيجة اعتمادنا على خطوط ملاحية أجنبية وعدم وجود خط ملاحي وطني. الحاجة التانية التمويل. التمويل عندنا بيتركز في البنوك والمصارف، بعض أنواع التمويل مش متاحة. طبعا بنك تنمية الصادرات بيقوم بدوره في حدود المتاح. الحاجة الثالثة بنفتقد برضو لعناصر التسويق الدولي بصورة أكثر انتشارا. أنا أقدر يعني أضيف من وجهة نظري المحدودة، ربما يكون عندنا إمكانيات أكبر خصوصا مثلا في أفريقيا بعدد السفارات والمكاتب اللي موجودة، وجود مواقع مثالية لشركات زي شركة النصر. فالمعوقات دي اللي احنا محتاجين نشوف لها حلول حقيقية نقدر ناخد خطوات جدية بيها. ممكن اقترح حلول كتير، بس اهم حاجة انها تكون واقعية وقابلة للتنفيذ. حضرتك اتكلمت عن التسويق الدولي، ودي نقطة مهمة جدا في فتح أسواق جديدة في العالم للصادرات المصرية. هل في جهود تمت في الفترة الأخيرة خاصة بفتح أسواق جديدة بالتحديد، وهل بالفعل في صادرات مصرية لقت طريقها في أسواق جديدة؟ طبعا في نماذج لنجاح الصادرات المصرية في اختراق أسواق جديدة، ودي حاجة كويسة جدا. حضرتك ما تنساش ان في عندنا اتفاقات دولية كتيرة أمهم مع أمريكا اللاتينية. الصين حاليا أحد أكبر المستوردين من مصر بالنسبة لحاصلات زراعية كتير. التسويق الدولي هنا احنا عايزين برضو نبقى بنواكب التكنولوجيا بتاعته، يعني يبقى في ديجيتال ماركتينج أحسن، التعاون مع بانلز وبورتلز كبيرة زي مثلا علي بابا أو أيا كان الأسماء إيه، بحيث يبقى في انتشار أوسع من خلال الابليكيشن الدولية دي، بالإضافة بقى للطرق التقليدية زي المعارض، البعثات الترويجية، كل ما هو يعني متبع سابقا يعني.